سماح الموظفين بالذهاب الى مقرات اللجان الانتخابيه والانتخاب اصواتهم، وده تم فعلا من الساعه 11:30 ابتدى الموظفين يغادروا اماكن عملهم للانتخاب اصواتهم. الحمد لله النهارده نسبه الاقبال افضل من الامس. يمكن احنا كمان كنا زرت بعض اللجان اللي موجوده داخل القرى فيها نسبه حضور اعلى. النهارده نسبه الحضور وصلت في بعض المراكز 33%، بعضها 24%، بعضها 22%. ان شاء الله في ارتفاع متوقع لزياده نسبه الحضور في الفتره المسائيه. كمان الحقيقه في بعض الشركات الخاصه، شركات النسيج، شركات المواد الغذائيه، شركات المياه، طلعوا الموظفين في اتوبيسات عشان يوصلوا ويروحوا المقر الانتخابي ويبقوا مقر.